حبك في قلبي دماء إلى يوم الدين. سدوك لي مالهم قيمة وكلهم الماتين. فسدو بلاد سيدي تعالبي عبد الرحمن يا حبابي همدين الشهيد الأبي والأولياء الصالحين. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا، معكم أمير كرفي أسهر مرشد سياحي في القصبة، واليوم راح ندير لكم فيزيت في القصبة، هيا تبعونا. قولوا لي يا سامعين ولاد العرب. هنا رانا في قصر مصطفى باشا اللي يعتبر من اقدم واغلى قصور الجزائر، ومصطفى باشا اللي كان حاكمه هو يعتبر من بايات الجزائر. هنا رانا في حمام سيدنا، حمام سيدنا اللي تابع قصر مصطفى باشا، واللي كان مصطفى باشا يجي لهنا يتحمم. كنا دركا في القصبة السفلى ورانا طلعنا القصبة العليا. وين المرمى والشواجي بخيطانها مدليين، ما بقاتش بنت رمضان لا عيد لا موسم كي زمان، التقليد غموه يا اخوان. انا كنت بزاف نحب نكون مرشد سياحي، وتايت نحب بزاف الاشياء القديمه. من بعد كثرت ما تعلقت بزاف بالقصبة، وليت نجي كل سبت للقصبة، وكي كنت نجي بدات بزاف تعجبني القصور ديالها والتاريخ ديالها بزاف يعجبني. باك ما داك النهار قررت باش ندير عفسه نحبها، وفي المكان اللي نحبو سطوحي ندير عفسه نحبها في المكان اللي نحبو. قلت على لا ما نديرش انا مرشد سياحي ونزيد نتعلم بزاف التاريخ، وهادي عفسه بزاف نحبها انا. أول خرجة هاي كانت 15 ديسمبر 2018 مع الأخت ديالي في مع واحد لاباج اسمها كاسبا إيفنت. خرجت معهم درنا رحلة سياحية في القصبة، ومن هذاك النهار بزاف عجبتني القصبة وصبت شغل روحي بزاف عفسة نحبها. التقديم بالزغرتات والمكحل البوزندي، وين القصايد والقصات. كاين كيما مرشدين سياحيين كيما عماد علمني بزاف، كيما عمي زوبر تانيت وراولي، كاين تانيت ناس القصبة اللي عاونوني تانيت وراولي الترقان وراولي التاريخ وحد اخر دخلوني لديورهم. قسمطيني بوتزليا زيد فولو فنانين وين زنجي بابا سالم. استغليت هاد الفترة تاع الحجر المنزلي باش زدت المعلومات ديالي وطورتهم بزاف، وماشي غير راني نطور ماشي غير في القصبة، راني نسي نحوس على كامل الجزائر العاصمة. ومن بعد نبدا ان شاء الله نفتح من الجزائر العاصمة نزيد نشوف كامل تاع ان شاء الله. ريحة البهجاوي قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة. خرجت خطرة مع جروب تاع جيم لا هولوند، انا كنت جيم لا هولوند، وكيف كيف تاعي هضرت معهم شويه باللونجلي، بقول كيما قالوا واش كان عندي هضرت معهم باللونجلي، وتاني بديت سي درت شغل ديزيفو باش هضرت معهم باللونجلي. ما داك النهار عولت باش نبدا نهضر نتعلم اللونجلي. انا حقيقه انا ما نعرفش نهضر مليح الانجليزيه، مي دوكا في الحجر الصحي راني استغليت الفتره وراني نطور بزاف راه في اللغه الانجليزيه. مصر ما تبطاش لا تبكي يا مسكين، الحمى في تريبا صالون بي وزيد. دوكا ماشي العائله ديالي وكما نقولوا اللونجلي ديالي هو اللي كوساني، ما نديرش هاد العفسه. كاين شوف العائله تلعب دور كبير، هما اللي شجعوني بزاف باش زدت باش افونسيت لهذا الميدان. انا دعمت الاول هي الاخت ديالي اللي بزاف دعمتني في الصغار وبوفريزي زين الزين افسد كل شيء يا خساره. هذا كما نقولوا يا كينجو كما شفتي قبيله كي جينا في القصبه كاين الناس يلبسوا معايا في كل في قلبي انايا بهاد الكلمات هاد التحفيزات اللي انايا نزيد نحب نزيد نعمل اكثر. هذه شغل هادو ما يلو كم كلمه كيجي يقول لك السلام عليكم ديجا شغل تحسيه باللي قيمه وتزيد تحفزي اكثر.
انا كش نفهمك ديجا نشوفو حنا ديجا القصبة برك بلا ما نهضرو على الجزائر كامل نهضرو على القصبة برك القصبة رانا كل يوم بعد يوم رانا نسمعو بدويرة مدويرة القصبة رابط وهذا الشيء شغل كما يقول يقشعر له الأبدان ما احنا عندنا جوهرة كنز سواء من الناحية التاريخية ومن الناحية المعمارية وراو يدي عنا هكذا ميدينا ما نقدرين نديرو والو والجزائر بالكمال شغل احنا ما نقولوش عندنا بلاد عندنا قارة لأن الجمال تاع الجزائر ديالنا ما شوفها ما نلقاوه حتى بلاد فيها الأقاليم تلت فيها الإقليم وانت واش تحبي كاين في الجزائر احنا والوالدين نختم نظمي في ذا المكان بالحمد لله المتعال. انا التكنولوجيا استغليتها من الجانب الايجابي من بين هذا الجانب الايجابي هي درت فيديوهات على اليوتيوب لاباج تاعي اسمها امير كرفين ندير فيديوهات على القصبة تعريف تاع القصبة ودرك ان شاء الله مر الحجر الصحي نزيد ندير تاع الجزائر كاملا وتانت على الانستغرام نسي ندير في ستوري معلومات وحكايات في ستوري باش الناس شغل ما يروحوش الجانب السلبي من التكنولوجيا يقعدوا غير في الجانب الايجابي قولوا لي يا سامعين ريحتكم بهجاوي قولوا لي يا سامعين ولاد العاصماوي انا دوك نقول للشباب كامل ماشي غير اللي قبلي نقول لهم الا كانت عندك عفسه ولا حلم ماك حاب ديرو ابدا هي انا